إسهاما في الجهود التي تبذلها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي من أجل توفير الدروس المصورة والموارد الرقمية التي يتم بثها على عدد من القنوات الوطنية وعبر المواقع المعتمدة لدى الوزارة، كان لزاما على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط صلى القنيطرة أن تعبئ كل الموارد والوسائل التقنية والبشرية لمواكبة هذا الورش الاستثنائي الرامي إلى ضمان استمرارية عملية التعلم رغم توقف الدروس الحضورية. غادي نستمروا عن طريق اتخاذ الاحتياطات الصحية الضرورية وتطبيق تعليمات السلامة، وحنايا ماشي مخيرين، حنايا يعني مجبرين، لأنه التلامذة كيتسناونا وخصنا فعلا نكونوا في مستوى الهدف اللي رسمته الوزارة واللي كذلك يعني سطراتو بلادنا، باش إن شاء الله الرحمن الرحيم يعني نفيدوا التلامذة داخل البيوت ديالهم باش ما يخرجوا شيء، وكذلك باش نوفروا الخدمة يعني ديال التعليم ليهم ونخفوا حتى على الأسر اللي من الضغط ديال وجود الأبناء طيرة اليوم في الدار. فالنداء اللي كنوجه للأسر هو أنه ينظموا استعمال الزمن المنزلي لأولادهم، يحاولوا ما أمكن يعني يواكبوا هذه الدروس حسب المستويات راه كتبت من الصباح حتى المنتصف الليل. وكانت الوزارة قد قررت توقيف الدراسة بجميع الأسلاك التعليمية انطلاقا من يوم الاثنين الماضي وحتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين المكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد.